عند وصوله إلى مباني المستشفى الولائي لمدينة آتيا قام الوالي جيمتاد انتيرفون بزيارة جميع أقسام وغرف العلاج ثم تحدث مع مسؤولي المستشفى وذكرهم بأن حياة المواطنين في أيديهم وطلب منهم أن يبذلوا الغالي والنفيس من أجل أن يكون المواطنين في صحة جيدة. وبعدها توجه الوالي إلى مكتب اليمارك الولائي لمدينة آتيا. هنا أصر الحاكم على الشفافية في تحصيل عائدات الدولة وطلب أن تنظف الجمارك ممن يطلق عليهم اسم البغبغو. أما في محافظة البطحاء الغربية كما في مباني مركز إداري آتيا الريفي حث الحاكم على حسن التعاون مع القادة التقليديين لا سيما فيما يتعلق بحل النزاعات المجتمعية. وفي بلدية آتيا أبلغ العمدة بكر موسى فيدل الوالي أن البلدية تعاني من نقص حاد في الوسائل والمواد اللازمة للنظافة. وفي مفتشية البيئة أدد مندوب البيئة إبراهيم السنوسي إمام أنشطة هذه المفتشية وهي مكافحة الصيد بالشباك المحظورة وكذا حرائق الغابات والصيد الجائر. هذا كما حظيت الخزينة الولائية ومكتب الضرائب بزيارة استطلاعية من الحاكم.